ظهر مصطلح اسمه إله العهد القديم العهد القديم الله فيها بيؤمر بحاجات غريبة والتشريعات كمان كانت غريبة جدا وليه الناس بتبص للإله دوت بكل الغضب الشديد؟ الفكر المغلوط عن إله العهد القديم وإله العهد الجديد هنا الناس بيقولوا إنه ده مختلف عن ده إحنا بقى كمسيحيين إيه أهمية العهد القديم بالنسبة لنا لو إحنا عندنا إعلان الله الكامل اللي بنقرأ عنه في العهد الجديد كل الحقائق اللي واضحة قدامي في العهد الجديد هي كانت موجودة في العهد القديم مستخبية، مش هنقول إله العهد القديم لكن هنقول الله في العهد القديم. كتير الأيام دي بنسمع انتقادات عن إله العهد القديم، ودايماً بنشوف إن إله العهد القديم كأنه إله قاسي وجبار بيؤمر بإن هو يحرق مدن ويذبح الأطفال وفي حروب وفي حاجات كتيرة جداً. وكأننا بنشوف صورة متناقضة تماما عن إله العهد الجديد اللي بنشوفه بيقول أحبوا أعداءكم وبيدي وصايا كتيرة جدا عن التسامح وعن السلام يا ترى هل في فعلا اختلاف ما بين إله العهد القديم وإله العهد الجديد؟ واحدة من أكبر الإشكاليات اللي بتواجهها المسيحية هي فكرة أصلا إن إحنا نشوف إن في إلهين وكأن في إله للعهد القديم جبار وقاسي وفي إله للعهد الجديد حنين وطيب أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لايف أكاديمي الإله الذي لا أعرفه وهيكون معانا في الحلقه الاخ الوصل عن اله العهد القديم الوقت الأخير ظهر مصطلح اسمه إله العهد القديم ممكن تشرح لنا المصطلح دوت مقصود بيه ايه وليه الناس بتبص للاله دوت بكل الغضب الشديد؟ لانه القرايه السطحيه للعهد القديم جنب العهد الجديد خلت الناس تشوف اله العهد القديم في صوره الاله العادل الشديد القوي اللي بيحاسب اللي بيعاقب على الشر اللي بيؤمر بقتل بيؤمر بعقاب في حين انه اله العهد الجديد شافوه انه ده الاله اللي اتجسد اللي اتصلب ومات علشان الناس فقالوا انه في فرق في صفاته وسلوكه وتصرفاته عشان كده نشا المصطلح ده عند بعض الناس. طيب وهي اصلا فكره ان احنا نصنف ونقول اله العهد القديم واله العهد الجديد ظهرت امتى في الكنيسه الاولى؟ يعني من امتى نقدر نقول ان تفكير المسيحيين الاوائل ابتدى يفرق في في الحته دي؟ لا هو مش ظهر في الكنيسه الاولى بس ده هو ظهر من قبل خالص عند الشرق الادنى القديم كانوا بيعتقدوا بوجود الهين اله للشر واله للخير فاحنا لو رجعنا لسفر خمسة 45 هنلقى نص مهم الله فيه بيكلم الشعب اليهودي عن الفكره انه ما الهين هو اله واحد خلينا بس اقرا بسرعه جزء من من النص ده بيقول كده الكتاب من ايه ستة انا الرب وليس اخر مصور النور وخالق الظلمه صانع السلام وخالق الشر انا الرب صانع كل هذه طبعا خالق الشر مش مقصود بيه الشرور والخطايا مقصود بيه اللي انت بتشوفه شر من الكوارث الطبيعيه من الكوارث الطبيعيه الفيضانات بس. والانهار و... وما شابه ف... فبيشوفها شر فبيقول لهم مفيش اله للخير وإله للشر انا الاله الواحد اللي مفيش غيري ما فيش الهين ولا حاجه فدي نشات الاثنين يعني بزبط. عايز بالظبط فهي نشات من زمان او تاثر بها الشعب اليهودي فتره من الزمن م. لما في القرن الثاني ظهر واحد اسمه مارسيون او ماركيون قال انه اله العهد القديم ده اله شرير اله عنيف اله قاسي اله عادل اله بيعاقب فهو مش هينفع يكون زي اله العهد الجديد ويكون هو نفسه عشان كده هو رفض العهد القديم بكل ما فيه بعدين ظهر حد تاني اسمه ماني قال آه نفس الكلام اله الشر واله الخير واله الظلمه واله النور مم. لكن الاشكاليه اللي كتير بتظهر او خلاهم يستنبطوا ده ترجع لانه جزء كبير من العهد القديم هو في تاريخ مم. في في معامله في طريقه حوار في آه عقاب لبعض الامم في عقاب لليهود في عقاب على الخطايا في تحذير من الخطايا وعقاب ليها فخلى الجزء التاريخي اللي موجود في العهد القديم خلى الناس تظن انه هي دي سلوكياته الطبيعية ما بصوش على صفاته المحبة والرحمة والعدل والقداسة وساووا سو بين صفاته بعدها طيب بس احنا برضو يعني لما بنيجي نتناقش للحته ديت او لما بنيجي نتكلم عن فكره لا هو الله ثابت لا يتغير سواء كان في العهد القديم او في العهد الجديد بنلاقي برضو ان في اختلافات واضحه وباينه قوي للقارئ انه يعني حتى سواء اذا كان مسيحي او او غير مسيحي انه العهد القديم الله فيها بيؤمر بحاجات غريبه والتشريعات كمان كانت غريبه جدا على عكس ما بنشوف المسيح مثلا ودعوته دايما للسلام ومحبه الاخر وحتى دايما بنستخدم كلمه انه المسيح دايما كان بيقول سمعتم انه قيل اما انا فاقول وكان يبان يعني انه اللي فات دوت كان حاجه مختلفه عن طبيعه المسيح او طبيعه العهد الجديد عامه. لو رحنا للعهد القديم هنلقى الله محب ورحيم وغفور وفي مواقف بتحكي كده قصه يونان مثلا الله حب ناس وهم مش يهود وبعت لهم يونان علشان يقول لهم انه في خطيه في شر بتعملوه في مستوى وصلت من الشر والله هيعاقب عليه فبعت لهم يونان فدي رحمه ومحبه الله في ايات كثيره في العهد القديم بتتكلم عن محبه الله ورحمته وانه اله رحيم كثير الرحمه والغفران والتسامح لكن جنبها كمان ايات ثانيه بتتكلم عن العدل لانه هو قدوس بيكره الخطيه لو رحنا العهد الجديد هنلقى كل ايات الدينونه كلها في العهد الجديد ما فيش ولا ايه في العهد القديم بتتكلم عن الدينونه ولا بتتكلم عن الابديه التعيسه في جهنم ولا حاجه بالعكس كل ده موجود في العهد الجديد فانا عشان اعرف أقيم تقييم صحيح لهذا الاله لازم ارجع اشوف صفاته لانه صفاته هي الدافع لافعاله مم. فصفات الله انه قدوس بيكره الخطيه فكان دايما يقول للناس بلاش الخطيه بلاش الشر بلاش العباده الوثنيه بلاش بلاش وهكذا لما الناس بتغلط كان بيصبر وينتظر ويستنى ويتمهل عليهم لكن لما الناس بتستمر وتست... وتحب الخطية وتستمر في الشر فكان بيعاقب هنا الناس بيقولوا انه ده مختلف عن مع انه المسيح نفسه في العهد الجديد حذر انه في جهنم إن لم تتوبوا فجامعكم كذلك تهلكون إذاً يبقى أنا عندي بتاع العهد القديم وبتاع العهد الجديد الاثنين عندهم نفس الصفات المحبة والرحمة لكن كان عندهم كمان العدل وكراهية الخطيئة طب يا ماركو يعني لو تقدر كده تقول لنا إيه مواقف في العهد الجديد نقدر نشوف فيها صورة الإله ده اللي هو برضو زي ما كان قال الأخ لوسر عادل بيغضب بيثور يعني اعتقد زي ما الاخ كان بيقول اكتر حد اتكلم عن جهنم في الكتاب كله هو رب يسوع هو اللي كان دايما بيقول للكتبه والفريسيين ويل لكم هو اللي لما دخل ولقى باعة الحمام والصيارفة في الهيكل عمل صوت وطردهم عندنا مشكلة كبيرة قوي ان احنا بنميل ان احنا نشوف الله اللي اتجسد في المسيح على انه بس طيب ورحيم وحنان وننسى نشوف انه نفس الاله دوت كان بيبين لطف الله وصرامته في نفس الوقت أم المسيح ما كانش حتى بيسيب الناس تيجي عليه من غير سبب لما لما واحد لطم وقال له ان كنت قد تكلمت راضيا فاشهد عن رضي وان ولو ما عملش كده فلماذا تلطمني؟ فهو كان كان اله متزن بس للاسف احنا اللي بنختار الحاجه اللي هنعمل عليها زوم او الحاجه اللي احنا عايزين نبص عليها وبنتجاهل حاجات تانية ففي العهد القديم بنعمل زوم على القداسه والعدل والدينونه والغضب وبن وننسى انه نفس الاله اللي كان بيظهر الحاجات دي مع شعب بني اسرائيل هو اللي كان بيستحمل تجربتهم ليه في البريه لاكثر من 10 مرات تقريبا. ف زي ما الاخ لوثر قال لو قرينا قرايه سطحيه هنفصل ما بين الالهين بتوع العهد بتاع العهد القديم والجديد، لكن لو قرينا قرايه متعمقه مش هنقول اله العهد القديم لكن هنقول الله في العهد القديم. حاجة كمان يا ماركو يعني افتكر برضو ان هي بتتكلم أوي او بتوضح اوي فكرة صورة الله الحازم العادل الصارم مثلا زي موقف حنانية وسفيرة يعني شفنا برضو تعامل من الله في العهد الجديد تدخل مباشر وتدخل قوي ضد الخطية وانه بيعلن ان قدسته وانه الله محدش يعني يستهتر بيه او يضحك عليه طب احنا عايزين يعني لما احنا شايفين دلوقتي كده وبنحاول نوضح الفرق ما بين الفكر المغلوط عن اله العهد القديم واله العهد الجديد عايزين نتكلم اكتر او نوضح اكتر عن فكرة طبيعة الله اللي في العهد القديم دي ليه كانت ظاهرة بالشكل ده يعني ليه التعاملات بالشكل القوي والصارم والحازم والتشريعات الغريبه اللي احنا ممكن دلوقتي نبقى حاسين ان هي هو ليه الله بيامر بالحاجات دي طبيعه العهد القديم كان الله بيتعامل مع شعب هو اختاره عشان يتحمل مسؤوليه فكان لازم يديله قوانين وسط أمم حواليه كلها عايشه في الشر والخطيه كلها أمم وثنية بتتعبد لآلهة وثنية فكان بيحاول من خلال الشعب اللي اختاره علشان يبقى يتحمل مسؤولية إنه يكون نور للأمم إنه يديله قوانين يديله مبادئ يعلمه عن القداسة يعلمه عن الطهارة يعلمه عن بعد عن عبادة الأوثان عن تقديم أطفالهم ذبيحة للآلهة الوثنية فكان لازم يدي قوانين وتكون قوانين صارمة وينفذ العقاب بتاعها ما كانش ينفع يسيب كل واحد يعمل هو عايزه إذا كان شعب إسرائيل اللي هو اختاره علشان يكون نور للأمم هيكون نور للأمم إزاي من غير ما يبقى فاهم هو هينور ليهم إزاي؟ عشان كده قال لهم في سفر اللويين وأكتر من مرة كونوا قدّيسين لأني أنا قدوس وكان همّا لازم يفهموا يعني إيه القداسة عشان كده كان دايماً بيدّيهم قوانين تفهمهم يعني إيه القداسة فإذا كان معاك طفل صغير بتمنعه يلعب في الكهرباء بتمنعه يلعب في الغاز لما بيكبر خلاص هو بيبقى, بيبقى أدرك لكن هو بيبي صغير وطفل صغير إنت لازم تمنعه بقانون واضح وصارم ولو عمل كده انت لازم تعاقبه علشان يقدر يفهم ويستوعب انه ده خطر عليه والاب او الام لما بيعملوا كده بيعملوا كده خوفا على الطفل من انه يموت بكهرباء مثلا او بغاز فالله لانه كان بيحب الناس وكان بيختار شعب اسرائيل لمسؤوليه ينور للامم كان لازم يدي القوانين والقوانين تبقى باينه انها قوية وصارمة وينفذ عقاب صارم على كل اللي بيعمل حاجة غلط علشان ينمي في عقولهم ان هو اله قدوس وان هو مش هيتهاون مع الخطية حتى لو اداهم مساحة انه بيصبر عليهم بيتأنى عليهم على الخطية وينزل مرة واثنين وثلاثة يعني نقدر نقول انه التشريعات والقوانين بتاعت العهد القديم دي مش بتعبر عن اعظم ما في قلب الله للانسان لكن هي محاوله لان انت بتاخد واحد جاهل ولسه بتعلمه يقول ا ب اكيد انت مش هدفك بس ان هو يعرف الابجديه اكيد نفسك انه يتكلم وانه يبقى حاجه راقيه جدا بس انت محتاج تمشي معاه سكه والسكه ديت بتاخد وقت وبتاخد مجهود وبتاخد صرامه في التطبيق بتاع القوانين اللي كان الله حاططها لانه في ناس كتير بتقول انه يعني القوانين اللي حطها الله في العهد القديم ما كانتش كفايه لما نبص على الموعزه على الجبل او نبص على كلام الرب يسوع في العهد الجديد بنحس انه المستوى ارقى بكتير طبعا المستوى ارقى بكتير لانه الله اخذ وقت طويل قوي بيعد البشريه وبيعد الانسان علشان يبقوا جاهزين انهم يستقبلوا المسيح ويستقبلوا تعليم الملكوت بقى مش انا كمان يا ماركو في حته يعني بحاول دايما اشبه العهد القديم وكانه زي جهاز الاشعه كده اللي بيقول او بيكشف ان في مرض او ان م. في مشكله عمر ما كانت الوصايا او القوانين هي اللي بتحل او هي اللي بتغير قلب الانسان لكن الوصايا والقوانين دي او التشريعات دي خلينا نقول ان هي كانت بتكشف اكتر فساد الانسان واحتياجه لله واحتياجه للخلاص فانا افتكر انه برضو إن يعني زي ما أنت كنت بتقول كده يا ماركو فكرة إنه اللي, اللي بنشوفه مثلا في المعجزة على الجبل من الفرق للعهد القديم ده ده تدرج مشي فيه الله وتدرج إعلان مشي فيه الله مع الإنسان بطول الزمن دوت علشان خاطر يوصل للمرحلة دي والنهارده برضو إحنا كمان شايفين مستوى أعمق في الفهم وأنضج في الفهم عن أجيال فاتت قبلنا. في في العهد القديم مثلا في سفر الخروج الله قال لموسى وللشعب لا تزني. كويس في العهد الجديد نلقى المسيح قال من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه الوصية في العهد القديم لا تزني هي وصية باقية لكن كان لأنه قدرات وإمكانيات الناس ما يقدروش يعيشوا بغير القانون ده لكن لما جه العهد الجديد خلاص البشرية كبرت البشرية نمت البشرية المفروض تبقى نضجت في تعليم المسيح عشان كده قال عن نقاوة النظر، وبالتالي نقاوة الفكر، وبالتالي نقاوة الفعل نفسه. فكأنه المسيح كان حفر مترين في مترين في مترين، اللي موسى كان حفرها متر في متر في متر. <applause> إيه اللي عمله المسيح؟ المسيح ما لغاش الوصية، لكن المسيح إدى عمق روحي أكبر للوصية، نفس الوصية، بس إدها العمق الروحي اللي تخلي الناس ترتقي في سلوكياتها نظراً وقولاً وفعلاً، قال لهم عين بعين وسن بسن، لكن في العهد الجديد قال لهم له احبوا اعدائكم، ما كانش يقدر يقول لهم احبوا اعدائكم في العهد القديم ابدا. هم ما كانوش على 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 الاستعداد ان هم يعيشوا ده، زي ما تجيب طفل صغير لسه بيتعلموا ألف ب وبعدين تقول له نظرية النسبية، هو مش هيفهم حاجة. فعشان كده في العهد الجديد قال لهم له احبوا اعدائكم باركوا لعينكم لأنه أنا أقدر أدي لك قوة بروح القدس انك تعيش الكلام ده بالزبط. في العهد القديم كانوا لسه بيبتدوا واحدة واحدة مع الله فما كانش ينفع يقول لهم احبوا عدكم عشان كده يبان العهد القديم قدام عايزة على الجبل او قدام تعليم المسيح وحياته وسلوكياته وكل وصل العهد الجديد انه في فرق ضخم هو الفرق جاي نتيجة انه انت لسه بتربي ناس لسه م. بتعلم الناس لسه بتاخدهم وترتقي بيهم في سلوكياتهم يعنى الحته اللى بتأكد برضو على كلامك يا أخلوصر انه وكاننا بنقول لما بنيجى نقول ان المسيح لما كان بيقول سمعتم انه قيل اما انا فاقول هو مش كانه بيقول اللي انتوا سمعتوه دوت لا هنشطب عليه وهنعمل حاجه جديده لكنه تتميم فعلي لقلب الوصيه او يعني مضمون الفعلي للوصيه دي مش بس مجرد انه انا بعمل وصايا وبالترتيب كده لا لكن انا عايز اوصل لتتميم الوصيه مم. فكره ان انا احقق مقاصد الله من الوصايا اللي حاططها ديت في تغيير قلبي الداخلي انا مش في مجرد ان انا اكون بعمل عشان كده لي برضو المثل اللي انت اخترته بتاع الزنا في العهد القديم ولما يجي في العهد الجديد يقول انه بس مجرد انك تنظر اليها وتشتهيها ده زنا فانا هو بيتكلم هنا على حته اعمق شويه ان هي القلب اصلا من جوه مم. مش بس ان انت ما تعملش ده طيب محتاجين نشوف نماذج او امثله من العهد القديم بتبين انه الله كان متسق في صفاته، فزي ما شفنا القضاء والدينونه والغضب والغيره، برضو موجود الرحمه والمحبه والتسامح والتحنن، آه تقدر تقول لنا امثله تبين لنا التوازن دوت؟ اه موجود ايات وموجود امثله، في خروج 34 بيقول: ونادى الرب رَبِّ اله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الاحسان والوفاء. مم. في عدد 14 آية 18 بيقول الرب طويل الروح كثير الإحسان يغفر الذنب والسيئة. الحياة اتكررت في العهد القديم عن الله عدد من مرات إنه رحيم إنه كثير الرأفة والرحمة ورؤوف وهكذا. لكن كمان عندنا سلوكيات بتدل على صفاته فإنه مثلا بطيء الغضب وبينتظر. روح كده لتكوين 15 والله بيكلم إبراهيم بيكلمه عن شعبه إنه نسلك هيروح وهيستعبد اللي هو الناس اللي جه مصر واستعبد في مصر وهيخرج بعد 400 سنه. لأن ذنب الأموريين ليس كاملا إلى الآن. من الكلام اللحظة اللي تكلم فيها الله لإبراهيم للحظة اللي حصل فيها بداية العقاب للشعوب الوثنية الأموريين وغيرهم حوالي 600 سنة. ست قرون كاملة الله صابر ومنتظر ومتأني على الأموريين لعلهم يرجعون يرجعوا كويس بالمنطق لما نقرا السطور بين السطور نفهم انه مش ممكن يكون متأني عليهم 600 سنه من غير ما يبعت لهم حد طبع. بالتاكيد يتعامل معاهم بالتاكيد ابعت لهم ناس ما لناش النص لكن نقدر نستنتج ده او لما نحط القصه دي قدام قصه يونان ونينوى الله بعت يونان لنينوى فالله مش ممكن يكون صبر على أمرين من غير ما يبعت لهم حد ويتعامل معاهم ويقول لهم انه ده شر وخطيه وهكذا لان الله ما كانش بيتعامل بس مع اليهود ده المفهوم <applause> الخاطئ ان الله يتعامل مع اليهود وبس لا لا الله يتعامل مع كل الناس والنماذج قدامنا كتير واعتقد حاجه مهمه كمان ان الامويين دول ما كانوش ذنبهم عادي يعني على حسب ما انا فاكر من التاريخ انه الامويين دول كانوا بيقدموا اولادهم ذبايح للالهه وكانوا عايشين في الزنا في الزنا وفي الشر وفي النجاسه طول الوقت فالموضوع يعني انه يستنى عليهم 600 سنه وهم بيعملوا الحاجات دي دي حاجه احنا ما بتبقاش في بالنا فلما بنشوفه بيقضي بنزعل قوي انه قضى بينما احنا مش شايفين كم الشر والفساد اللي هم عايشين فيه بقالهم سنين طويله حاجه من الحاجات اللي انت قلتها وفي صوره هتنزل قدامنا للاله اسمه مولك مولك اله مولك ده كان مصمم من النحاس ومفرغ من جوه مم. ومن ورا بيحطوا له آه حطب وخشب عشان يبقى آه نحاس آه ملتهب آه ملتهب لدرجه الاحمرار وبعدين الايد بتبقى مايله بيجيبوا الطفل اللي بيقدموا ذبيحه يحطوه على الايد ده آه والطفل يسقط جوه هذا التمثال فتخيل كم البشاعه اللي كانوا الناس دول بيعملوهم مع الاطفال بالاضافه زي ما حضرتك قلت انه زنا ونجاسه والى اخره ال ال كل الشرور دي كانت محتاجه عقاب طب. تخيل ان انت بتشتغل في شركه والمدير بتاعك لا يعاقب المخطئين الشركه مش ممكن تنجح تخيل انه في ناس بتشتغل بكل امانه وفي ناس بتشتغل بعدم امانه لو مدير الشركه ما عاقبش الناس دي بقى هو مدير ظالم لازم يكون في ثواب وعقاب لازم يكون في آه انذار واثنين وثلاثه وبعد كده لازم اعاقب، الحقيقه انه العهد القديم مليان بالقصص دي، لو رحنا لسفر سمويل هنلاقي قصه الفلسطينيين لما آه هزموا اليهود، اخذوا منهم التابوت، واخذوا التابوت حطوه آه مع في المعبد ديجن. بتاع الاله داجون. لما دخلوا التابوت تاني يوم لقيوا الداجون واقع. فربما ما فهموش ما ادركوش. عدلوه. عدلوه. تاني يوم راحوا ليو ايديه ورجليه وراسه متكسرين كان المفروض يفهموا الرسالة بعد كده ابتدت الأمراض تتوالى عندهم عايز أشجع الناس أنه يرجعوا للكتاب المقدس العهد القديم سفر الصمويل الأول إصحاح خمسة وصح ستة هيلقوا القصة في الإصحاحين دول في ثلاث مدن فلسطينية جت وعقرون وأجدود بيوصل لهم التابوت وفي كل مرة بيحصل معاهم حاجة وهم أدركوا المشكلة أن هم فهموا انه ده تابوت اله اسرائيل واله اسرائيل تقل ايده علينا واله اسرائيل ابتدى يضربنا بالامراض لكن عملوا ايه بعد كده؟ عملوا ولا حاجه. ما ده ده انذار وتحذير من الله ليهم رسالة من الله ليهم لكن هم ما استوعبوش الرسالة في كل مرة كانوا بيقولوا للتابوت يمشي من غير ما يهتموا أو يفكروا أنهم يرجعوا عن الشر وعن الخطية ملكي صادق كان موجود وسط مجموعة وسنية كاهن لله العلي سدوم وعمورة إبراهيم كان بيفاصل مع الله لو لقيت خمسين أربعين الأربعة اللي الله لقيهم يعني ها فيهم النفس ربنا أنقذهم من العقاب بتاع اللي حصل لسدوم وعمورة لأنه الله بيصعب عليه أنه الإنسان يموت في شره <applause> لما نروح ثلاثة 33 الله قال آية في منتهى الأهمية خلاني أقراها من الكتاب نفسه بيقول كده إني لا أسر بموت الشرير بل بأن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا يعني الله لا يسر أبدا بموت أي شخص من الناس هو عايش في الشر والخطية طيب أعتقد أن في سؤال مهم محتاجين نسأله إحنا بقى كمسيحيين إيه أهمية العهد القديم بالنسبة لنا لو إحنا عندنا إعلان الله الكامل عن شخصه في المسيح اللي بنقرأ عنه في العهد الجديد ليه محتاجين بقى نقرأ أو ندرس العهد القديم لا وكمان ازود كمان على ماركو في اوقات كتير اصلا يعني الناس بتوصل لمرحله من انه طول الوقت علاقتهم بالله وخلوتهم وكلامهم بس من العهد الجديد وكان العهد القديم ده خلاص يعني ولى عليه الزمن وده كان بس يعني مكتوب فيه كده شويه حاجات وانتهى دوره زي ما انت بتقول وان تركيز المؤمنين قوي 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 في العهد الجديد وعاملين زي ما يكون لغينا العهد القديم ده او حاطينه راكنينه على الرف كانه بتبني برج بس من غير اساس العهد الجديد مش هتفهمه غير لو درست العهد القديم وعرفته وتعلمت منه وكل متعلم منه م. كل الحقائق اللي واضحه قدامي في العهد الجديد هي كانت موجوده في العهد القديم مستخبيه كانت بصيغه او فمثلا المسيح كان الزبيح الاعظم الذبيحه اللي جه لكل بشرية تعلمنا منين الذبيحه فكر الذبيحه جه منين جه من العهد القديم لما الله علم في الشريعه لموسى وللشعب انه تقدم الذبيحه علشان انت بتحط ايدك على الذبيحه بتعترف بالخطيه فكانه الذبيحه دي اخذت الخطيه بدالك وماتت بدالك عشان يرسم في مخيلتهم انه في واحد هيجي يكون ذبيحه بدالك يكفر عنك ذنوبك لو انا ما فهمتش العهد القديم وما عرفتوش كويس كاني ببني برج عالي خالص بس من غير اساس مش هتقدر تكمله ومش هيقدر آه يوقف شهر اتنين تلاتة لكن لازم كله ينهار العهد القديم هو أساس العهد الجديد هو البداية ونقطة الانطلاق اللي ابتدى منها الله يعلن عن ذاته في النص للناس علشان الناس تقرا علشان الناس تعرف من خلفيته من مفاهيمه من تعامل الله مع الشعوب من تعامل الله مع اليهود من الناموس من كل اللي تعلمنا فيه في العهد القديم هو اساس العهد الجديد ولو احنا شلناه كاننا مش هنفهم حاجه. يعني كاننا مثلا بنقرا قصه وفوتنا اول ثلاث فصول وبنحاول نفهم <applause> القصه من بالظبط <applause> هو كانك دخلت فيلم من نصه، كانك قريت قصه من نصها، كانك دخلت مسرحيه من نصها، انت مش هتبقى مستوعب انت مش بيأسم. فاهم حاجه، م. يعني يعني اسال اي واحد كده تحب تقرا قصه من نصها مع انها قصه رائعه واختصرها وخلاص، يقول لك لا لازم اقراها من اولها لانه مش هيبقى لها معنى. وكمان في حاجات احنا اصلا ما نقدرش نعمل لها يعني نشطبها كده بدليل اصلا ان حتى المسيح نفسه في 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 كلامه في العهد الجديد بيقتبس من العهد القديم وموجود ليه اكتباسات كتير النبوات احنا النهارده لما بنشوف تحقيق النبوات ديت في العهد الجديد واتمامها بشكل واضح وصريح في شخص المسيح دي كلها حاجات تقول انه انا ما ينفعش الغي ده واسيبه فكره اصلا زي ما انتم قلتوا ان انا اشوف اصلا اصل القصه هو احنا ليه اللي وصلنا ان المسيح النهارده يتجسد ويكون موجود ايه اللي حصل السقوط كان عامل ازاي فكره الله ناحيه الانسان اصلا كان عامل ازاي وكان العهد القديم هو اللي بيدينا التمهيد اللي بنشوف بيه بعينينا احتياجنا النهارده لمخلص واحتياجنا النهارده للمسيح ان هو يكون جاي للبشرية يفديها ويخلصها طيب احنا كده توصلنا انه فعلا فكره انه العهد القديم انا ما ينفعش الغيه اه والنهارده انا في ايماني المسيحي حتى العهد القديم دي حاجه اساسيه وما ينفعش ان انا استغنى عنها. طيب النهارده احنا كمؤمنين اه واحنا بنتعامل مع العهد القديم في قرايتنا ارا في, في خلوتنا في حتى لو حد جاي يسالنا ازاي اقدر اتغلب على التحديات اللي بتقابلني احنا حكينا طبعا في الحلقه بس عايز عايزه الخصها في نقط كده ازاي نقدر نساعد الناس في ان هي تتغلب على التحدي ده الفجوه الكبيره قوي ما بين ده وما بين ده ازاي اقدر افهمها للناس بصوره وانا بزيطة. بقرا العهد القديم لازم يبقى في فكري حاجه مهمه انه في بيئه وحضاره وثقافه مختلفه خالص عن اللي انا عايشه دلوقتي فمينفعش اطبق مفاهيمي وافكاري و... و... وحياتنا دلوقتي على العهد القديم لكن انا لازم ارجع للعهد القديم واقراه في بيئته وحضرته وثقافته وافهم هو كان بيتعامل مع مين بيقول لهم ايه؟ المستمع الاول يعني بالظبط كده، يعني انا لازم ارجع للراجل الاولاني اللي الله اوحى له والانبياء اتعاملوا معاه اللي بيقول عليهم العهد القديم هم كانوا بيستوعبوا بيفهموا ازاي هم كانوا عايشين ازاي؟ بيئتهم وحضارتهم وثقافتهم الخيمه والحمار والجمل وهكذا ما ينفعش انقل ده عندي وعايز اطبقه على حياتي دلوقتي انا لازم ارجع للبيئه دي وافهمها علشان اقدر استوعب الناس دول كانوا بيعيشوا ازاي واخد الخلاصه بتاعه حياتهم فاذا كان في الناموس المدني مثلا كان في قوانين علشان هم كان دين ودوله في فلسطين فالدين والدوله كان قوانين المدنيه عشان تحكم الناس بينهم وبين بعضها يتعاملوا ازاي القوانين دي كانت لوقتها لظروفها لبيئتها لحضارتها ما ينفعش آخدها وأقول إن أنا لازم أطبق الشريعة دي دلوقتي. هلقى نفسي تخلفت 3 4000 سنة لورا، ففكرة إن أنا عايز أجيب شريعة هي كانت موجودة من آلاف السنين وعايز أطبقها دلوقتي وأقول هو ده كلام ربنا، أنت أنت بتاخد الناس في طريق التخلف والجهل والبعد عن الله والبعد عن التحضر والبعد عن المدنية والبعد عن الحداثة والبعد عن كل حاجة ومش هتوصل لحاجه مع الله في الاخر، لكن ينفع اخد المعاني الروحيه اللي موجوده في الوقت ده وافهمها في ضوء العهد الجديد عشان اتعلم منها واعيش بيها. هي ماركو طيب بالنسبه لفكره انه الفجوه الزمنيه دي، انا نفسي حتى يعني احنا دلوقتي ايام دلوقتي لما مثلا بنسمع عن حاجة من 30 او 40 سنه ورا اللي هو مثلا الاجيال اللي هم بابا او جدي او كده بنحس بالاختلاف والفجوه ما بين حاجه بس يا دوب 30 40 سنه فما بال بقى مثلا حاجه من الاف الاف السنين بنتكلم عن حضارات وتفكير مختلف وعقول بشريه لسه ما كانتش ادركت معاني كتير طب انت شايف يا ماركو برضو لو لو هناخد بقى تطبيق روحي من فكره العهد القديم وانا بقراه النهارده وانا قاعد في خلوتي بفتح نصوص من العهد القديم ازاي اقدر النهارده انا اشوفها بشكل مختلف او زي ما كان اخ لوثر قال استنبط منها المعاني الروحيه اعتقد انه ده محتاج مجهود يعني الموضوع مش هيبقى سهل لازم افهم كده ولازم افهم اني محتاج كذا حاجه تساعدني اعبر الفجوات اللي كان الاخ لوثر بيتكلم عنها فانا محتاج اني ابذل مجهود في اني اعبر الفجوه الاولا اللغويه يعني انا عندي مشكله في اللغه ان اللغه اللي اتكتب بيها العهد القديم مش العربي العربي ده مترجم عن اللغه الاصليه آه، تاني حاجة ان انا محتاج اقرا كويس قوي الخلفيات التاريخية بتاعت الناس اللي كانت عايشة في الوقت دوت وكمان الجغرافيا حتى بتاعتهم لما الكتاب يقول انهم صعدوا لما يقول انهم نزلوا لما يتكلم عن آه، مسافات مشيوها فانا محتاج يعني دراسة كتاب محتاجة مجهود ومحتاجة تعب محتاجة دراسة آه، بالظبط دراسة يعني عشان انا بدرس حاجة بالزبط. مختلفة تماما عن مشكلتنا ان احنا ساعات بنفتح العهد القديم وبندور على ايات تعزينا ناخد بيها يعني كده دفعة روحية جميلة ونكمل بيها اليوم آه، انا اعتقد الكتاب مبين. ممكن يكون بيعمل دوت بس اللي عايز يفهم فعلا فكر الله وكلمته محتاج يبذل مجهود في ان هو يدرس كلمه الله وفي شروحات وفي كتب وفي تفاسير وفي معلمين حتى ربنا اداهم للكنيسه كموهبه او كعطيه علشان يساعدونا نعبر الفجوات دي ونفهم كلمه الله بوضوح. ده حقيقي انا انا قادره اشوف انه الله وخلينا نقول كده فكره اله العهد القديم واله العهد الجديد دي فكره مغلوطه تماما لكن هو الله بتعاملات مختلفه في العهد القديم تعاملات جديده في العهد الجديد وتعاملات الان حتي وفي تدرج للاعلان واضح بشكل كبير جدا علي طول و... 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 وعلى طول صفحات الكتاب المقدس وعشان النهارده نقدر نعرف طبيعه الله دوت احنا محتاجين نشوف التدرج دوت محتاجين نشوف تعاملات الله في العهد القديم مع الشعب ومع الانبياء مع شخصيات اللي ظهرت مع مع حتى الشعوب التانية ومحتاجين بقى نشوف الصوره الكامله اللي بانت في المسيح وفي تجسده وانه ازاي ان المسيح هو رسم جوهر الله اللي نقدر نطبق بيه كل اللي شفناه زمان بمنظور جديد وفي الخلاص وفي الفداء بمنظور يعني يخلينا احنا النهارده قادرين نشبع ونفهم ان العهد القديم ده كان اساس العهد الجديد نشكرك جدا يا خلوثر على وجودك معانا وعلى تعبك ومشتاقين ان احنا نشوفك في حلقات تانية من برنامجنا ان شاء الله